بحسن توفيقه وعونه عند خط الانطلاق بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط عاصمة المملكة المغربية لنتحرك سويا في الخطوة الرسمية من المدرسة العليا للأساتذة التقدم بالرباط بالمملكة المغربية بعد أن وقعت اتفاقية الشراكة والتعاون في شأنها منذ حوالي سنة ونصف تقريبا مع معهد الدراسات الفلسفية ببروكسل والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ومجموعة من الشركاء داخل الوطن. هدفها الأساس هو تبادل التجارب والخبرات بين الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه وخاصة في تخصصات التربية وعلوم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة. هؤلاء الطلبة مفروض أنه يكونوا في السنة الثالثة من الإنجاز الأطروحات ديالهم وينتمون إلى جامعات مختلفة من دول المغاربية، نقصد بالدول المغاربية دول غرب أوروبا وكذلك دول المغرب الكبير ودول الساحل والصحراء في إطار واحد علاقات إقليمية يحاول المغرب من خلالها أن يربط جسور تواصل مع هذه الفضاءات الثلاث باعتبار القواسم الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والسياسية، لكن احنا كنهتموا بالجانب التربوي والجانب التعليمي على اعتبار أن هناك علاقات كبيرة جدا بين المنظومات التربوية في هذه المنطقة. محور هذا النشاط حول موضوع الإنسان والقيم في الرؤية العالمية وأساسا يهدف إلى تكوين الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه تكوينا علميا ومنهجيا ويهدف كذلك إلى تبادل التجارب والخبرات بين هذه الباحثين من مختلف الدول، هذه الدول الإفريقية والدول الأوروبية. فالطلبة الباحثون المشاركون ينتمون لتسع جامعات مغربية ولعدد من الجامعات في السنغال والساحل العاج وموريتانيا وفرنسا وبلجيكا وتونس، وكذا هناك بعض المؤطرين من الأردن ومن دول أخرى. ستستمر كما قلت هذه الفعالية مدة أسبوع وستختتم يوم السبت، لكن بعد الاختتام ستستمر الفعاليات طيلة السنة بعروض وندوات ولقاءات ودورات تكوينية وكذلك زيارات علمية إلى أن تستمر إلى النسخة الثانية في السنة المقبلة إن شاء الله. ما شاء الله، جينا من السنغال لنشارك في هذا الحدث العلمي المتميز الذي قامت بتنظيمه الجامعة المغاربية، وهي ما شاء الله معضلة علمية فكرية تضم في طياتها الكثير من الحيثيات والمعارف التربوية والفكرية، وعلى هذا الأساس نشكر جميع القائمين بهذا الإنجاز العلمي المتميز وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفهم والسداد والأمانة محط رحالهم لإنجاز هذه المهمة العلمية المتميزة إن شاء الله. وشكرا مجددا. أيوة، في الفائدة في هذه الدورة على أنها ستساعدنا إن شاء الله في تبادل الخبرات وفي الاستفادة من محاضرات الأساتذة والمؤثرين، وكذلك سيساعدنا في تصميم بحوثنا ودراساتنا التي سنقوم بها، لأننا كباحث في سلك الدكتوراه ولم ننهي السلك حتى الآن، نحتاج إلى أساتذة الذين يساعدوننا في إتمام هذا العمل العلمي. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.